نفوس ملؤها الإيمان ومقصدها أداء فريضة الحج المباركة تتجلى في حجاج بيت الله الحرام من منتسبي بعثة الحج العسكرية، وهم يغادرون أرض الوطن متوجهين إلى الديار المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث جرت مراسم التوديع تحت رعاية لواء الركن متقاعد سعيد بن ناصر السالمي. الحمد لله رب العالمين الذي شرفكم بضيافة الرحمن وتلبية النداء. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. بعثة الحج العسكرية، والتي يأتي تسييرها بناء على التوجيهات السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، تضم حجاجا من مختلف وحدات وتشكيلات قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، ويتم تسيير الرحلات عبر طائرات النقل التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني. وبهذه المناسبة نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للمولى عز وجل ولمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة السخية لأبنائه من منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية. يرافق البعثة العسكرية فريق إداري يضم كافة التخصصات الإدارية والطبية والإعلامية والفنية والإرشادية لتقديم أفضل الخدمات لمنتسب البعثة وأداء الحجاج لمناسكهم في المشاعر المقدسة بكل سهولة ويسر. بالنسبة للجانب الطبي كذلك، تم تجهيز جميع المعدات الطبية والأدوية والأجهزة اللازمة لعملية الحج، وتم تهيئة جميع المراكز الطبية سواء كان في مكة المكرمة أو حتى في المدينة أو حتى في منى، لتكون جاهزة تمام الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. نشكر السلطان هيثم حفظ الله ورعاه على هذه اللفتة الكريمة من لدن، ونشكر كل القائمين على إنجاح هذه البعثة العسكرية إن شاء الله، ونشكر جهودهم اللي حقيقة أنها كانت متميزة، ونتمنى أن نكون خير من مثل هذه البلد. يأتي تسيير بعثة الحج العسكرية سنويا من لدن جلالته رعاه الله تقديرا لما يقدمه هؤلاء الرجال من منتسبي قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى من تضحيات جسام للذود عن الوطن وحماية مكتسباته. حفظ الله حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله تعالى أن يحفظهم بعين رعايته وعنايته، سائلا المولى عز وجل أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، ويعيدهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين. من قاعدة السيف الجوية، النقيب ناصر بن خميس الكلباني.